وأبدأ معك سيدة صوفيا، بداية ربما من آخر التطورات عن هذه الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو يوم السبت، وذلك بناء حسب التأكيد الإسرائيلي على طلب من الجانب الأوكراني. بعد هذا اللقاء كان هناك اتصال مع الرئيس الأوكراني والتوجه إلى برلين. كيف تنظرين لهذه التحركات الدبلوماسية، سواء اللي تقودها حاليا إسرائيل أو تركيا أو حتى الحديث عن الصين؟ مرحبا بكم جميعا وشكرا على اهتمامكم. أود أولا أن أحدد أنه من المهم استخدام كل الأدوات الدبلوماسية لإقناع بوتين بوقف الحرب. من السهل إنهاء الحرب، روسيا وبوتين فقط عليه أن يتراجع. هناك اهتمام بهذه الاجتماعات وخصوصا الاجتماع نفتالي بينت مع بوتين، لأنه هو الشخص الذي كان قد قال إلى جانب مسؤولين آخرين إنه من خاركيف، وهي المدينة التي دمرت من قبل الجيش الروسي، وهناك عدد من الناس الذين لهم علاقة بإسرائيل يعيشون في خاركيف. لذلك من المهم أن يكون هناك جهد دبلوماسي من إسرائيل وليس فقط ترويج الأكاذيب الروسية. نعرف أن الجيش الروسي يقول إنه دمر تذكار بابا نيال الذي كان قد خلد هناك، وهو يخلد اليهود الذين يعيشون في المدينة، وهو يروج تلك الأكاذيب، وهو يستخدم أسلوب ستالين وهتلر وكذلك أسلوب الدول المستبدة. نحن نقول إننا نحترم كل الدول الديمقراطية وكل من يحاول أن يعارض الرغبة الروسية في الحرب. الأهم الآن هو إغلاق الأجواء والمجال الجوي حتى لا تستمر الغارات الجوية على المدنيين وعلى البنى التحتية، وثانيا تقديم مساعدات إنسانية ومرات إنسانية، لأن روسيا الاتحادية لا ترغب في فعل هذا. سيدة صوفيا، أود أن أعلق عن هذا العضو للوفد التفاوضي. الخدمات الأوكرانية لديها الأدلة الكافية بأنه كان خائنا وكان يخون الدولة الأوكرانية، لأنه خلال التفاوض كان يقدم معلومات عسكرية إلى الوفد الروسي، وعندما كان يفعل ذلك كان الوضع يحتم تصفيته. نعرف أن كل شخص يساعد روسيا يجب أن يعاقب على الأقل السجن مدى الحياة. رئيس الوزراء الإسرائيلي يفاوض أيضا سبل تفادي كارثة. بالنسبة للروس، هم استولوا على مفاعل تشيرنوفيل وقالوا إنهم يريدون أن يمنعوا أوكرانيا من استخدام هذه المفاعلات، لكن نعرف أن روسيا هي دولة إرهابية وأن هناك خطرا كبيرا بأنها قد تستخدم هذه الأسلحة لترهيب الأوكرانيين وجعل العالم يضحي بأوكرانيا. كذلك الجيش الروسي استولى على محطة جديدة نووية، وبطبيعة الحال قد تحدث هناك كارثة نووية غير متوقعة. واليوم القوات الروسية انسحبوا من المدينة بعد تلك النيران التي أشعلوها، وبعد إيقاف عدد من الأوكرانيين وآخرين أجبرهم على مغادرة منازلهم. ولذلك القائد الإسرائيلي هو يأبه بالأمن النووي للعالم وكذلك أمن أوكرانيا. مرة أخرى، كل هذه المفاوضات مع المعتدي لن تنجح إلى أن يقوم المعتدي وروسيا الاتحادية بسحب قواته. هم أتوا إلى الأرض الأوكرانية وخرقوا الحدود
الحدود الأوكرانية وجلبوا الموتى إلى المنازل الأوكرانية، قتلوا الأطفال الأوكرانيين في أرضهم، وهناك خونة في الممرات جندوهم خلال الإجلاء من أجل شن هجمات بالصواريخ كما حدث اليوم في ماريوبول. وبعد أن تستخدم الممرات الإنسانية وعندما يتم قصف الآلاف بالصواريخ، فهذا يعني أن روسيا دولة أكاذيب ودولة إرهاب. هذا صوفيا روسي كما يشير إلى ذلك ضيفنا من روسيا. ليس هناك أي تهديد، حتى أنه منظمة دولية للطاقة الذرية تقول أنه ليس هناك أي مشاكل، أنه أنظمة السلامة الفنية بالمحطات هذه سليمة، مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية. وبالتالي هل هناك اتجاه إلى التسييس هذا الموضوع لمزيد من التضييق أو حتى شيطنة روسيا؟ طبعا شيطنة روسيا. أولا كما قلت روسيا تروج الأكاذيب، وبوتين نفسه يروج الأكاذيب، لأنهم عندما يغزون بلدنا، وعندما غزونا كنا دولة سلمية وكنا نبذل قصارى جهدنا لجعل المواطنين الأوكراني يعيشون بشكل طبيعي وعادي، والآن هم قتلوا مواطنينا. و ثانيا من العيب والعار أن بروفيسور من روسيا الاتحادية يحاول أن يدعم موقف بوتين ويدعي بأن كل شيء على ما يرام. هذا عيب، لأن جيشكم هو الذي جاء إلى بلدي، جيشكم هو الذي قصف أمس أبرياء، وهم كانوا فقط يدافعون عن بلدهم في حدار، وهذا ما حدث حول المحطة النووية. كان هناك أشخاص ليس لديهم أسلحة، والقوات العسكرية الروسية قصفتهم دون مبالاة في الشوارع. لم يكن هناك أي شرح أو مبرر حول ما حدث. لم يكن هناك أي شيطنة لروسيا الاتحادية، لأنها هي التي تشيطن نفسها عبر هذا الغزو. وأود أيضا أن أضيف وأقول ما حدث في جورجيا كان مماثلا. أود أيضا أن أتحدث عما حدث في مولدوفا وسوريا. نعرف كم عدد الدول التي حصلت لها مشاكل ومشكلات بسبب سياسة موسكو. السؤال اليوم هو ما إذا كان مواطن روسيا سيتساهلون مع هذا الإرهاب الذي يمارس من بوتين وهذا الاستبداد. لا أعتقد أن الناس يريدون مواصلة ما يحدث من قبل موسكو يستمر، لذلك نطالبهم بفعل قصارى جهدهم لوقف رئيسهم الذي يروع كل العالم المتحضر والمتمدن. وأقول مجددا من السهل وقف الحرب، لأن ليس أوكرانيا التي شنتها، أوكرانيا فقط تدافع عن حقها في أن تعيش بشكل طبيعي. موسكو هي التي يجب أن تسحب قواتها، خاصة وأنه سيدة صوفيا يعني الجانب الروسي يؤكد بأن الأوكرانية هي التي منعت المدنيين من الخروج، وبالتالي لم يتم رصد أي حركة، ومنها انتهت الهدنة المؤقتة أمام يعني هذا الممر الإنساني الذي طرحته روسيا. من المريع أن نسمع هذه الأكاذيب السخيفة المندرجة ضمن الدعاية الروسية. المتطرفون الوحيدون في ماريوبول هم الجيش الروسي. سؤالي الاستنكاري هو التالي: ماريوبول هي مدينة أوكرانية، ما الذي يفعله الجيش الروسي في ماريوبول؟ كيف يتجرؤون على أن يملوا علينا ما نفعله وما نتجنبه؟ كيف يتجرؤون على ترويع بلدنا؟ اذهبوا إلى بلادكم، لديكم دولة شاسعة. والوضع الحالي هو نتيجة أن الناس وعدوا بممرات إنسانية، وأن هناك وعود بمساعدة الجيش لإجلاء المدنيين. لكن قبل ساعات كان هناك قول بأن الممر الإنساني
الأمنية كانت تقصف في نفس الأماكن التي كان يقف فيها الناس الذين يرغبون في الجلاء، وبالتالي حياة آلاف الأشخاص كانت على المحك. ومن يتحدث عن المتطرفين من غرب أوكرانيا، أنا من غرب أوكرانيا وأنا أهتم وأبه بأولئك الأطفال الذين قتلوا. هل تعرفون أن 28 طفلا قتلوا من الجيش الروسي فقط لأنه لم يكن هناك إمكانية لذهابهم إلى المستشفى، لأن الجيش الروسي الذي يزحف في الأرض الأوكرانية لم يسمح لهم كل الشروح وكل تلك الأوهام عن القوميين هي محض هراء، لأنهم غزوا بلدنا وليس لهم الحق في فعل ذلك. روسيا الاتحادية خرقت كل القواعد وكل الاتفاقات الدولية. أنتم لستم دولة شقيقة، أنتم قتلة وأنتم تقومون بالقتل. وأود أن أشكر بوتين على توحيده كل الأوكرانيين وتوحيده كل البلدان التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني كل طرف يتهم الآخر بالأسباب هذا الفشل، وربما رصدنا الموقفين الروسي والأوكراني من خلال هذه الأجوبة. ولما يبدو لديك تعليق في هذا الجانب سيدة صوفيا، لكن أمام هذه تطورت نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، وهي دعوات وتأكيد الأوكراني دائما للغرب على أنهم بحاجة إلى حظر طيران. هذا الأمر يرفض الغرب وترفض الولايات المتحدة، بالتالي كيف تنظرون لهذا التطور ولماذا هذا الإصرار في الطلب الأوكراني على هذا الموضوع؟ نحن ندافع عن بلدنا، وعلى الأرض يمكن أن نفعل شيء الكثير للدفاع عن حدودنا وعن أنفسنا. لكن روسيا الاتحادية تستخدم الطائرات والمروحيات وتستخدم قاذفات الصواريخ والعديد من المعدات لقصفنا من الجو. ضيفكم من روسيا الاتحادية يكذب بشكل صارخ عندما يقول إن الجيش الروسي لا يستهدف البنى المدنية. العالم كله رأى دمار خاركيف توماس وسومي وخرسوم، وأنا كنت في بلاد زيربا وكان هناك تفجير لمنازل من الجو، وأنا كنت هناك ورأيت ذلك بالعين المجردة. دمروا إيربين ودمروا العديد من الأماكن، يدمرون كل ما يأتي على بصرهم. ولذلك في كل الأبعاد ومن المناحي هم يدمرون البنى المدنية، والأوكران يطالبون بأن يكون هناك فرد حاضر في المجال الجوي. نعرف أن ذلك طبق في سوريا والعراق، وذلك من أجل حماية المدنيين. وأنا أعتقد أنه كل المسؤولين الغربيين يؤكدون على أن أي حظر للطيران في أوكرانيا الأجواء الأوكرانية هذا يعني تدخل مباشر سواء للناتو أو لتلك الدول في مواجهة مباشرة مع روسيا. يعني حتى إسقاط طائرة أو تعرضها روسية أو أي احتكاك هذا يجعلهم داخلين في هذه الحرب. هذا هي حجتهم. كلا الأوكرانيون يرون الأمر بشكل مختلف تماما. أخبريني رجاء، منذ متى الدفاع عن المدنيين سينظر إليه كإعلان حرب؟ منذ متى يعتبر هذا خرقا لاتفاق ما؟ نعرف أن روسيا الاتحادية لديها رئيس أخرق وطائش، لكن الذي علينا أن نفعله الآن هو حماية المدنيين الأوكرانيين من الغارات الروسية. يجب أن نغلق الأجواء، وأطالب الشركاء الدوليين بأن يجدوا إمكانية وطريقا ممكنة في هذه الأوقات القاتمة من أجل إغلاق الأجواء، وبعد ذلك سنحاول أن نصل إلى سلم حول بلدنا. السؤال مرة أخرى، من السهل وقف الحرب؟ واضحة هذه الجزئية سيدة صوفيا.